وبدون اي اصدرت الاوامر في هذه اللحظات راحت من المركز الاول الدوحه لسيد حمد بن جابر بن متعب المنخس في اول المراكز واصل الصومالي والبندقيه حتى هذه اللحظات مع السيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي، ولكن الصومالي واصل في هذه اللحظات عبد الله بن محمد الصومالي مع الدوحه لسيد عبد الله بن محمد الصومالي، وتسللت في هذه اللحظات هذه الدوحة لسيد عبد الله بن محمد الصومالي، انتزعت المركز الأول. نقول تهانينا والناموس لسيد عبد الله بن محمد الصومالي على فوز الدوحة بالمركز الأول. تهانينا والناموس. ثاني المراكز الدوحة لسيد جابر بن متعب المنخس. ثالث المراكز وصلت الدوحة للسيد تام، ولكن اللي في ثاني المراكز الحريثي في ثاني المراكز، ولكن ليست حريثي العيدة، هذا هو حريثي بن ضافي وصل في ثاني المراكز الحريثي للسيد مبارك بن محمد بن ضافي المري، ولكن مهيض راح بالمركز الأول والناموس. يا سالم يا بن حمد يا بن يهويل، ذكرني قصيدة بن خزينة اللي بتقول يا هل القعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبون، بركم بسرعة ما هو بريض، لو تركبون لو تسوقون النظامات الحقونا، يا هل الطولات المضمر وجهه تبيض، اكرموا يبي العرب ما يسبقونا، وهذا مهيض وما ينسبق. نقول تهانينا والناموس للسيد بخيت بن محمد المنخس. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ثاني المراكز وصل المهيض، لو لم يكن للشباب راي اخر ولكن راحت ولا وبدون اي اوامر العصا في البطان هذه، ولا يدعو ملكية للسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز من ال 300 متر الاول 200 متر الاخيره. نهني السيد حمد بن جابر بن جهمان على فوز ولا بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي لفئات الكبار هذه، ولا وبكل ثقه هذه ولا بكل ثقه في اول المراكز. تمشي الهوينه كما يمشي الوجه الوحلو، ولكن تمشي مسرعه ولا في اول المراكز. تهانينا على الفوز بالمركز الاول والبندقيه مع ولاء والسيد حمد بن جابر بن جهمان البريدي. ثاني المراكز وصلت ايها الحفل الكريم للسيد بخيت بن محمد بن قحيزه، ولكن اردوغان في ثاني المراكز للسيد سالم بن محمد ابي الناصر بن لخنا، هذا بيعمل مفاجاه في هذا الشوط المفاجئ، ولكن دينار حتى هذه اللحظات مصر على انتزاع المركز الاول والناموس انتزاع البندقيه، ولكن هذا هو اردوغان في ثاني المراكز للسيد سالم بن محمد بن ناصر بن لخنا، ولكن هذا هو دينار في اول المراكز، وهذه السيطره التامه مع دينار. هذا هو دينار في اول المراكز، والنقطة الثانية للسيد بخيت بن محمد المنخس. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز دينار بالمركز الاول في الشوط الاول الرئيسي لفئة الكبار. تهانينا والناموس. ثاني المراكز وصل في ثاني المراكز ثاني المراكز هذه صملة للسيد عبد الله بن راشد النشير في ثاني المراكز. ثالث المراكز واصلة في هذه اللحظات، السلت إلى ثاني المراكز شواهين لسيد خالد بن طالب المري مع شواهين في هذه اللحظات في ثاني المراكز، لكن هذه شديدة للسيد مسلم بن جار الله النابت في أول المراكز، ولكن شديدة في أول المراكز. والله نفسك يتحرك يا مسلم لكن ما في طريقة. هذه شديدة في أول المراكز للسيد مسلم من جار الله النابت في أول المراكز. ثاني المراكز واصلة يا الحمد الكريم، انتزعت المركز الأول شديدة ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، وهي شديدة في أول المراكز للسيد مسلم من جار الله النابت. الفوز والناموس بدون أي تعليمات في هذه الأشواط المغلقة والتجهيزية. سلامي عليك يا مالك الزعيم. قاصد واصل، قاصد يحاول محاولات جادة جدا، قاصد الناموس مقصده المركز الأول، يبي المركز الأول خالد بن طالب المري، لكن الزعيم
عبد الله بن محمد السومالي يحرز في هذه اللحظات النقطة الثانية، النقطة الثانية على ما أعتقد لشعار السومالي. تهانينا إذن، تهانينا مع آخر 100 متر للسيد عبد الله بن محمد السومالي على فوز الزعيم وتزعمه لهذا الشوط. تستاهل، تستاهل هذا الفوز. المركز الثاني اللي ما قصر قاصد لخالد بن طالب المري. المركز الثالث من أجله سالم، اللي ما يعرف سالم بيعرفه اليوم بعد فوز الذيب، بعد انتزاع الذيب للبندقية. ونبي سالم يرفع البندق فوق، يرفع البندق فوق يا أبو محمد. يا السلام يا السلام، والعصا قوس وأداءه تلقائي وجميل جدا. سلامي عليك يا مالك الذيب. المركز الثاني، الفايز لا يزال في محاولات جادة وعنيفة لكن الذيب، الذيب وأيضا يستعد أحمد السيد هناك يأخذ له لقطة في النهاية، لقطة للذيب ولسالم بن محمد بن كحيس راعيه اللي ما في حيلة. يا حليلك يا سلوم، ما شاء الله تبارك الرحمن. تستاهل يا يا محمد يا بن سالم يا بن كحيس المتابع لهذا الاسم في هذا الصباح. المركز الثاني الفايز لسالم بدأ بن سعد. الانطلاق، بدأ الرقص الشاهينية. سالم بن حمد بن جويل تتسلل للمركز الأول إلى البندقية. سلام سلام يا بن جويل، سلام وسلامي على الشاهينية. سالم بن حمد بن جويل يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي على هذا العرض الممتاز وعلى مباعدة الشاهينية للمسافة لتنتزع البندقية. سلام سلام يا ابو حمد، سلام. سالم بن حمد بن جهويل يفجر المفاجأة في هذا الصباح لينتزع بندقية الشوط الأول والرئيسي. سلام الشاهينية، سلام سلام بن جهويل، سلام على هذا الفوز. تهانينا وألفي مبروك. المركز الثاني طالبك يا كريم، أو هذا دخول جماعي على ما أعتقد. الثانية على الوصول من شاهين مسلم بن عبيد بن مسلم بن نوبت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق القوي جدا من قبل شاهين. مسلم بن عبيد بن مسلم بن نوبت راح للبندق، راح للبندق لينتزع البندقية. سيداتي انستي سادتي الشوط الأول والرئيسي. يا سلام تهانينا وسلام، سلام يا أبو عبيد، سلام سلام يا مسلم يا ابن عبيد يا مسلم النابت على فوز شاهين وانتزاعه لبندقية الشوط الأول. المركز الثاني كان مع عز الأول. قلت لكم تابعوا البكرة هذه زين ما زين، بكرة قوية جدا وشكلها ممتاز. أيضا تابعت مراكبها في السباقات التي مضت، وأيضا لا تعرف إلا المركز الأول، لا تعرف إلا الناموس. المركز الثاني، المركز الثاني مع عزة علي بن عبد الله بن قريع. المركز الثالث الطائرة محمد بن سالم المري، لكن الكايدة روح يا بن مهيرة مع الكايدة جاتك مع عزة، اتسللت مع عزة. يا سلام علي بن عبد الله بن قريع المري يفوز بشعار مغثة، بشعار الإنجازات مع معزة. تهانينا والناموس للسيد علي بن عبد الله بن قريع على فوز معزة وانتزاعها للمركز الأول. المركز الثاني الكايدة لجابر بن سالم بن مهيرة. المركز الثالث علي بن محمد بن شابل المري. ثاني المراكز هذا مبهر لسيد محمد بن سالم المري. ثالث المراكز شاهين لسيد سالم بن حمد بن جهويل المري. وصل في هذه اللحظات عز للسيد علي بن عبد الله بن قريع المري مع عز، وفي ثاني المراكز مباشرة، ولكن الريان حتى هذه اللحظات للسيد علي بن محمد بن شابل المري مع الريان في أول المراكز. ثاني المراكز مراكز عز يحاول، ولكن الريان مصر على انتزاع المركز الأول. عز الريان وعز، ولكن الريان حتى هذه اللحظات للسيد علي بن محمد بن شابل المري. عز للسيد علي بن عبد الله بن قريع المري، ولكن الريان مع بن شابل في أول المراكز. تهانينا والناموس على فوز الريان بالمركز الأول. ثاني المراكز وصل عز للسيد علي المراكز، مسيطرة مزعلة للسيد جهويل بن صالح الكبيدة في أول المراكز. ثاني المراكز
الشاهين لسيد فرج بن ناصر آل حفيظ، وصلت معزة، وصلت معزة لسيد علي بن عبد الله بن قريعة المري مع معزة في هذه اللحظات، تسللت انتزعت المركز الأول الشاهينية من الجانب الأيمن لسيد فرج بن ناصر آل حفيظ، لكن معزة حتى هذه اللحظات والشاهينية تحاول معزة في أول المراكز لسيد علي بن عبد الله بن قريعة المري، هذه الشاهينية هذه معزة انتزعت المركز الأول بكل عز وبكل عنفوان مع بن قريعة في أول المراكز، تهانينا والناموس على فوز معزة بالمركز الأول لثاني المراكز. وصلت أي الحفلة الكريمة الشاهينية للسيد فرج بن ناصر آل حفيظ المري وثالث بن حمد بن جهويل المري، ثالث المراكز السيف للسيد فهد بن طالب المري، ولكن عز حتى هذه اللحظات للسيد علي بن عبد الله بن قريع المري مع عز في أول المراكز. ثاني المراكز شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري مع شاهين في ثاني المراكز، ولكن عز في هذه اللحظات في اول المراكز ومسيطر حتى هذه اللحظات. وصل الوحش ثاني المراكز مع شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري، ولكن عز بكل قوه في اول المراكز، تهانينا والناموس للسيد علي بن عبد الله بن قريع المري على فوز عز بالمركز الاول، ثاني والناموس ثاني المراكز. وصل شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري ثالث المراكز، وصل عز للسيد على اول المراكز من الجانب الدوني الضبي، تحاول للسيد صالح بن راشد ال سعد من الجانب الايمن هذه الحصينيه للسيد هزاع بن حمد ابو شريده في ثالث المراكز، ولكن الضبي تسللت الضبي هذه الثلاثه البهندان اللغه ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء، الضبي في اول المراكز للسيد صالح بن راشد آل سعد، أما اللي في ثاني المراكز هذه فتون لسيد سالم بن محمد بن ناصر اللخنة، ثالث المراكز الحصيني لسيد هزاع بن حمد أبو شريدة، ولكن الضبي في أول المراكز، تهانينا والناموس للسيد صالح بن راشد آل سعد على فوز الضبي بالمركز الأول، تهانينا والناموس ثاني المراكز فتون لسيد سالم بن محمد بن ناصر اللخنة، ثالث المراكز وصل الراشد النشيري في ثاني المراكز، ثالث المراكز الحصيني يدعون اكيد الحصيني سيد هزاع بن حمد ابو شريده في ثالث المراكز، ولكن شاهين طار شاهين من المركز الاول، هذا هو شاهين للسيد محمد بن سالم المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذا شاهين أو منعوتة للسيد عبد الله بن راشد النشيري، ولكن شاهين في أول المراكز للسيد محمد بن سالم المري في أول المراكز، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق ما شاهين للسيد محمد بن سالم المري في شوط الختام، تهانينا على هذا الفوز وهذا الأداء المميز مع شاهين للسيد محمد بن سالم المري، تهانينا والناموس ثاني المراكز. وصل منعوت للسيد في هذه اللحظات ايها الاخوه الحضور حفلا الكريم تتويج الاخوه الفائزين في سباق هذا اليوم، سباق جروب عمالقه الهجن، الشكر للسيد صالح بن طالب بن عقيل راعي الطافح على هذا التنظيم المميز، الشوط الاول الرئيسي لفئه اللقايا والبكار انتزع المركز الأول، الدوحة للسيد عبد الله بن محمد السومالي في أول المراكز، تهانينا والناموس انتزعت المركز الأول، الدوحة للسيد عبد الله بن محمد السومالي الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار، الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان كان من نصيب مهيض للسيد بخيت بن محمد المنخص، انتزع المركز الأول، تهانينا والناموس على فوز مهيض بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة اللقايا القعدان، الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنايا والحيل، المركز الأول كان من نصيب ولاء للسيد حمد بن جابر بن جهبان البريدي، تزعت المركز الأول، تهانينا والناموس للإخوة الفائزين، التهاني موصول لبن جهمان على هذا الفوز المميز.
الشوط الأول الرئيسي لفئة الزمول والثنائي القعدان الشامخ للسيد حمد بن جابر بن جهمان انتزع المركز الأول ثانينا. دينار للسيد بخيت بن محمد المنخص انتزع المركز الأول. عذرا هذا دينار للسيد بخيت بن محمد المنخص انتزع على المركز الأول تهانينا. أو الناموس الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار المقفلات المركز الأول كان من نصيب شديدة لسيد مسلم من جار الله النابتة مع شديد انتزع على المركز الأول. هذا التويت شديدة التي انتزعت المركز الأول. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان انتزع المركز الأول الزعيم للسيد عبد الله بن محمد السومالي تهانينا. والناموس للسيد عبد الله بن محمد السومالي على فوز الزعيم بالمركز الأول. فئة الزمول والثنايا القعدان انتزع المركز الأول الذيب للسيد سالم بن محمد بن قحيزة تهانينا. والناموس على فوز الذيب بالمركز الأول. فئة المفاريد الشوط الأول الرئيسي لفئة المشتركات الشاهينية للسيد سالم بن حمد بن جهويل انتزع المركز الأول. وحش المضمرين تهانينا على هذا الفوز، فوز الشاهينية بالمركز الأول. الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان شاهين للسيد مسلم بن عبيد مسلم النابت انتزع المركز الأول تهانينا. والناموس على هذا الفوز. فئة الصعوبة الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار الظبي للسيد صالح بن راشد آل سعد انتزعت المركز الأول تهانينا. والناموس على فوز الظبي بالمركز الأول. الشوط الأول الرئيسي فئة القعدان كان من نصيب شاهين لسيد محمد بن الشهيد السيد محمد بن سالم المر انتزع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي لفئة القعدان الصعوب من مسافة 1500 متر. الشكر موصول لجميع الإخوة الذين قاموا على إنجاح سباق هذا اليوم، شكرا للسيد صالح بن طالب بن عقيل، وشكرا للإخوة في موقع الأبرقة، شكرا للسيد قطبي سالم، شكرا لكل الفائزين، وهذه تحياتي محدثكم محمد الحسن الكباشي.